مرحبا بكم متابعي قناة الملوك. اليوم سوف أعرض لكم أول طيور اشتريتها وكيف تعاملت معها وكيف أنتجت. أولا اشتريت زوج من الطيور، ولاحظت أن الطيور لا تتحرك كثيرا ولا تغرد، فقررت أن أشتري زوجا آخر. اشتريت زوجا آخر ولكن لاحظت أن الطيور تخاف، كانت تخاف، وبعد فترة عرفت أن الطيور يجب أن تأخذ فترة حتى تتعرف على المكان الجديد ويجب أن تصبر عليهم. فكانت الطيور في بداية التربية كانت لا تتحرك، كانت خاملة ولا تغرد. ولكن صبرت عليهم وكنت أسمعهم أصوات للتحفيز حتى تغرد الطيور. بعد فترة لاحظت أن الطيور بدأت تتحرك في القفص وبدأت تنظف نفسها وبدأت تستكشف المكان. فيجب أن تعطي الطيور فترة حتى تتعرف على المكان الجديد وأن تتعود على المكان وأن تتآلف مع بعضها. فيجب أن تعطيهم فترة وأن تصبر عليهم حتى تلاحظ أن الطيور تعودت على المكان، وهذا مهم جدا. ويجب أيضا أن نسمع الطيور أصوات للتحفيز. كنت أسمع الطيور أصوات كل يوم وبدأت ألاحظ أن الطيور بدأت تصفر وبدأت تغرد وبدأت بالحركة. فمن المهم جدا هو الصبر على الطيور وعدم إزعاجهم حتى نترك للطيور فرصة تتعرف على المكان الجديد وأن تتآلف الطيور على بعضها البعض. ومن الضروري أن تسمع الطيور أصوات للتحفيز. إذا لاحظت أن الطيور لا تغرد وخاملة فيجب أن تسمعهم أصوات. كما تلاحظون أن الطيور بدأت تغرد وبدأت تصفر. هذا شعور جميل عندما يرى المربي أن الطيور بدأت تتحرك وبدأت تغرد. فأنصح الجميع بالصبر على الطيور وعدم الاستعجال وأن توفروا لهم المكان الهادئ والأكل الجيد. وسوف تلاحظ بعد فترة أن الطيور أصبحت نشيطة وأصبحت تغرد وأصبحت متعودة على الشخص المربي نفسه ولا تخاف منه. ولا ننسى التغذية الجيدة للطيور. فيجب تقديم البيض المسلوق للطيور، ولكن قد تلاحظ أن أكثر الطيور لا تتقبل البيض المسلوق، وخاصة الطيور التي يتم شراؤها من السوق لأنها طيور متعودة على الحبوب فقط. كنت ألاحظ أن طيوري لا تأكل البيض المسلوق، فكنت أقوم
بشر البيض، ويمكن وضعي ويمكن أن تضع لهم البيض مبشور، أو يمكن أن تخلطه مع الحبوب حتى تتعود الطيور على أكله. نقوم الآن ببشر البيض إلى قطع صغيرة ونقدمه للطيور، إذا لاحظنا أن الطيور أكلت البيض فهذا جيد، وإذا لم تأكل البيض فيمكن أن نضعه أو نخلطه مع الحبوب التي تقدم للطيور بشكل مستمر. وكما تلاحظون يجب أن تكون قطع البيض صغيرة جدا حتى لا يلاحظها الطيور، كما تلاحظون قطع صغيرة. بعد بشر البيض قدمته لطيوري، ولاحظت أن بعض الطيور بدأت تأكل من البيض، وهذا جيد لأن الطيور التي تأكل لأن الطيور التي لا تأكل البيض تلاحظ الطيور التي تأكل وتقوم بالأكل معها. ويجب وضع البيض لمدة 6 ساعات إلى 8 ساعات وإزالته من القفص. كما تلاحظون أن الطيور بدأت بالاقتراب من البيض وأيضا أكل البيض، ويعتبر البيض مفيد جدا للطيور. وبعدها قمت بتوزيع كل زوج في قفص، وأيضا قمت بإضافة بعض الأزواج في قفص كبير. كما تلاحظون وضعت كل زوج في قفص، وأيضا أضفت أزواج أخرى، وبدأت أتعلم الكثير عن الطيور وأفهم التعامل معها بشكل جيد. والحمد لله أصبح إنتاج الطيور عندي بشكل ممتاز جدا، هذا لأن اكتسبت خبرة كبيرة في تربية الطيور وتعلمت الكثير عن التعامل مع الطيور بشكل جيد. وسوف أعرض لكم أول إنتاج للطيور الحمد لله. كما تلاحظون هذا الإنتاج الذي حصلت عليه في بداية التربية، ومن بعدها بدأت مشوار التربية الكبيرة.